تحت شعار بنحبك بجد يا كرة اليد. مباراة مصر وتونس النهاردة هتكون في نفس ميعاد مباراة الأهلي وبيراميدز، يعني الساعة 9 مساء هتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز، والساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة هتنطلق مباراة مصر وتونس في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2022. إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للمنتخب المصري والمنتخب التونسي، ويقدروا يقدموا لنا مباراة كويسة جدا. قلت لك على ميعاد المباراة الساعة 9، والمباراة تتذاع على أون تايم سبورت 3، لأن أكيد طبعا أون تايم سبورت 1 هتذيع ماتش الأهلي، يعني أون تايم سبورت 1 اللي هي الطريق بتاع 11 68 27 500، فيه اكتب أنت 11 11 68 واعمل 27 500 في التردد ده بتاع قناة اون تايم سبورت 1 واون تايم سبورت 2 واون تايم سبورت 3 12 3 0 3 27 500 على اتش بقى، يعني التاني في ده اتش. لو كتبت انت الترددين دول هيظهروا لك قنوات اون تايم سبورت، هتلاقي المباراة بتاع الاهلي وبيراميدز على اون تايم سبورت 1، والمباراة بتاعة المنتخب المصري والمنتخب التونسي على اون سبورت 3. قلت لك الميعاد والقنوات الناقلة. تتوقع مين اللي يكسب؟ انا عن نفسي كمصري اتمنى منتخب مصر يكسب، انت كتونسي اكيد تتمنى منتخب تونس يكسب، حاجه عاديه ومنطقيه عزيزي.